مساكم سعيد مشاهدينا، اهلا بكم في فترة جديدة ومتجددة عبر قناة الشروق الإخبارية. وبالنسبة لفترة كل الأخبار التي نواكب من خلالها الحدث وملف النقاش الرئيسي في فترتنا، ما يحدث بالنيجر والانقلاب الغير الدستوري بجنوب بلادنا في حدودها الجنوبية، في آخر المستجدات بالمنطقة والانقلاب غير الدستوري بالنيجر الذي رفضا قاطعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يحث أطراف النزاع في النيجر لحل دستوري وانتقال سلس للسلطة. في آخر المستجدات انقضاء مهلة الأسبوع التي حددتها المجموعة الاقتصادية لغرب أوروبا الإكواس لعودة الحكومة الشرعية إلى النيجر، وكانت الإكواس قد منحت مدة محددة لأطراف النزاع في النيجر وهذا لفكه. وعمدت قادة الانقلاب الذين يرفضون التراجع إلى إغلاق المجال الجوي للبلاد، الذي اعتبره الأخصائيون كتصعيد جديد للمرحلة والأزمة الحالية وما يحدث من انقلاب في النيجر، حالة ترقب للخطوة التالية لمجموعة الإكواس التي لوحت بالخيار العسكري في وقت تتزايد الضغوط الدولية على الانقلابيين في مسعى لحملهم على إعادة الحكم المدني للبلاد. بالنسبة لملفات نقاشنا، إلى أي مدى يعتبر غلق المجال الجوي للبلاد وبالنيجر تصعيدا جديدا؟ وإلى أي مدى وجب على أطراف النزاع أن يعملون على حل يناسب الأطراف، خصوصا في الوقت الذي يلمح فيه الإكواس وبشكل مباشر لتدخل عسكري يرى فيه الأخصائيون أنه قد يؤزم الوضع ورفضه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأكد أنه يجب أن نشدد على عدم تدخل أجنبي عسكري في النيجر، وأكد أنه وجب على أطراف النزاع أن يناقشون النزاعات كحل سياسي وبعيدا عن أي تدخل أجنبي عسكري لانتقال سلس للسلطة، وكذلك في إطار حالة الأزمات الإقليمية. وناقش الموضوع مع ضيفي الكريم الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الأستاذ جلال شقلون. أرحب بك معنا، مساءك سعيدة، أهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا أختي مريم، مرحبا بالمشاهد الكريم داخليا وخارجيا. بك. انقضت مهلة الأكواس الممنوحة لأطراف النزاع بالنيجر في إطار حلحلة الأزمة وإيجاد حل يوافق الطرفين، إلى أي مدى يعتبر غلق الحدود الجوية من طرف الإنقلابيين تأزيم، وإلى أي مدى يعتبر تصعيد للأزمة؟ بالنسبة لأزمة النيجر، هذه الأزمة التي انتفض من خلالها النيجيريون الشعب النيجيري، وذلك للانفصال وللطلاق الذي لا رجعة فيه مع فرنسا. النيجر غنية بثرواتها الطبيعية خاصة اليورانيوم والذهب، واليوم وبدءا من هذا الشتاء فإن فرنسا سوف تعاني من مشكل التدفئة ومن مشكل الطاقة بشكل عام، وهذا ما ينعكس على المواطن الفرنسي بشكل سلبي. الأزمة الآن يحاول العديد من الأطراف تأزيج هذه الأزمة، لذلك نجد أن الموقف الجزائري التي دائما وأبدا تلعب الدور الإقليمي وكذلك حتى الدولي من أجل حلحلة هذه الأزمة بالطرق السلمية، لذلك أكد السيد رئيس الجمهورية على دستورية على الرجوع إلى الدستور في حل هذه القضية دون إشعال نار فتيل الحرب. ولذلك نجد أن الإكواس الآن في كما أشرت إليه أختي وسام أنها وصلت إلى درجة الصفر حول الحل العسكري. الآن
الحل العسكري هذا ينتج عنه طبعا أمور سلبية كثيرة، أمور سياسية سلبية، نحو سلبية، وأمور اقتصادية وقضايا اجتماعية كذلك، وهذا ومتدام ببعيد عن النيجر. إذن هذه الدولة التي تقع في غرب أفريقيا والتي لها حدود طويلة مع الجزائر أكثر، حوالي أكثر من 1000 كيلومتر، فإنها إن اندلعت حرب فإنها سوف تشكل خطرا كذلك على الجزائر مثل ما حدث في ليبيا، ولذلك الجزائر هنا تتخذ موقفا. بالنسبة ولو أن المواقف الجزائرية دائما هي دعوة إلى السلم والحلول بالطرق السلمية وحسب ما تمنيه القوانين والأعراف الدولية، سواء على مستوى على مستوى المنظمة الإفريقية أو على مستوى منظمة هيئة الأمم المتحدة. بالنسبة لغلق المطار العسكري، هذا يعتبر أو البعض يعتبره تأجيجا، أو يعتبره أن الأزمة ستزيد تفاقما وقد تؤدي بذلك إلى الحل العسكري. والحل العسكري الحقيقة هذا ما لا يقبله عاقل، خاصة في هذه المنطقة، لأن النيجر عانت كثيرا كثيرا من ويلات الاستعمار، وبقيت فرنسا تستنفذ وتستغل في ثرواتها وفي طاقاتها إلى حد تقريبا الانقلاب. بالنسبة الآن الجزائر حلولها بائنة وواضحة. مرورنا لمقترحات الجزائر في حال حالتي الأزمة، فلن يخرج تفعيل دور الجزائر الدبلوماسي في الأزمة النيجيرية الراهنة إلا في إطار الحل السياسي ولم شمل الفرقاء بالنيجر. فالجزائر منذ اندلاع الأزمة بالنيجر والانقلاب غير الدستوري تحاول تفعيل الانتقال السلس للسلطة لمنع الأزمة من أن تأخذ أبعادا خطيرة. إلى أي مدى نستطيع أن نقول أن الحل العسكري الأجنبي والتدخل الأجنبي طبعا يؤزم الوضع أكثر ويأخذ أبعاد خطيرة؟ حقيقة في وسام بالنسبة للتدخلات العسكرية الأجنبية هي الحقيقة هي التي تزيد تقيم بلة وتقيم مغمة، وهي التي تزيد في إضرام النار. والحقيقة أن الشعب النيجيري يسعى دائما إلى أن تحل حلوله داخليا، يعني قضاياه تحل بالطرق السلمية داخليا، وقد رفض فرنسا كما رفض الشعب الجزائري فرنسا وأخرج الإدارة الاستعمارية الفرنسية، لأن النيجيريين تم استغلال ثرواتهم الطبيعية واستغلالهم إلى حد الساعة. الآن الجزائر دائما تطالب بأن لا يكون هناك تدخل أجنبي في النيجر. لماذا؟ لأن النيجر لها حدود سياسية مع الجزائر، وهذا ما سيضر بالجزائر. لذلك الآن موقف الجزائر بقي كما هو. التدخلات الأجنبية الدول دائما تسعى إلى التدخل كما حدث في ليبيا، عدة أطراف تدخلت في القضية، نتائج ذلك نلاحظها على الساحة السياسية وعلى الساحة الإسلامية وعلى الساحة الاجتماعية وحتى على الساحة الاقتصادية، بحيث أن التدخلات الأجنبية أضرت كثيرا كثيرا في هذا التدخل الأجنبي الذي يعمل دائما أبدا إلى قلب الأمور وإلى إسحال النار وتكوين النار في الأرض في المنطقة، خاصة بالقارة الإفريقية. وما قلنا يحدث في السودان وما يحدث في ليبيا عفوا ليس ببعيد من ذلك. إلى أي مدى تدخل العسكري الأجنبي والمهلة التي انقضت ومنحتها الإكواس التي قد تؤكد على تأزم الوضعية، إلى أي مدى ستساهم طبعا في تأزيم الوضعية، خصوصا وكل الدول المجاورة والمحيطة بالنيجر ترفض رفضا قاطعا لتدخل الإكواس أو لتدخل عسكري؟
حتى الإكواد يوم المفروض أن القضية هذه تحال في ضمن منظمة الوحدة الأفريقية، ولا بد أن تكون الدول الأفريقية كلها حاضرة وأن تبدي بآرائها وأن يبحثوا عن حل سلمي في قضية النيجر بعيدا عن التدخل العسكري. الإكواد ترى أنها لا بد أن تتدخل عسكريا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها. فرنسا حقيقة أن فرنسا تزيد في تأجيل الموقف، هذا لأن قلت أن الآن مقبلين فرنسا مقبلة على الشتاء، الشتاء سوف يكون باردا حتما خاصة في القارة الأوروبية، لذلك فإن الاتحاد أو الخروج من النيجر يسبب لهم أزمات اقتصادية عميقة جدا خاصة فيما يخص مسألة الطاقة، وكذلك مسألة الطاقة حيث قامت الحرب الأوكرانية الروسية أو الروسية الأوكرانية على القارة الأوروبية بأكملها، سواء كانت من القارة أوروبا الشرقية أم أوروبا الغربية، وانعكست أيضا على ذلك. إذا النيجر الآن لابد أن تميل إلى الرأي الجزائري، أن تميل إلى الدبلوماسية الجزائرية لحل هذه القضية بدون إراقة دماء، لأن ما يترتب على الحل العسكري سوف يكون وخيما، هجرة وتسرب. نرى الآن مثلا هذه الأيام الأخيرة بالأمس واليوم ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، تضاعف ذلك، ونجد أن الدول المجاورة الأفريقية قد أغلقت حدودها على النيجر، وهذا ما سيزيد. إلى الشكرون، سنعود ونتواصل معك في ذات النقاش، ابقى معي فقط عبر سكايب. دعوني فقط لأثري نقاش أكثر، أرحب بضيفي الكريم عبر الهاتف الذي سأناقش معه هذه النقاط. بالنسبة لملفات نقاشي الموعد الإخباري، إذن النقاط التي سأناقشها مع ضيفي الكريم، سأناقش معه المهلة التي منحتها الإكواس للنيجر لحل حالة الأزمة وفك النزاع بين أطرافه. أرحب بالأستاذ أنيس بوقيدر المحلل السياسي، أرحب بك معنا، مساءك سعيد. أهلا بك، أهلا بمشاهدين الكرام. المهلة انقضت للأكواس وخصوصا في الفترة التي قررت فيها الجهات العسكرية أن تأزم الوضعية في إطار الانقلاب، وتأزيم الوضعية برأيك هل يكمن في غلق المجال الجوي للنيجر؟ أعتقد أنه الوضعية تأزمت منذ أن حدث الانقلاب، يعني منذ احتجاز الرئيس محمد بازوم، لكن ما نلاحظه الآن أنه الحالة في النيجر في حالة تصعيد مستمر، وذلك ما يظهر جليا بعد أولا انتهاء المهلة التي منحتها دول منظمة الإكواس وغلق المجال الجوي لدولة النيجر، هذه الخطوة التي قام بها المجلس العسكري. إذن أعتقد أنه الإمكانية التدخل العسكري في دولة النيجر حسب وجهة نظري هي ضعيفة جدا، نظرا للعواقب التي يمكن أن تترتب عليها، بالإضافة إلى طبيعة الأزمة هناك في النيجر. أعتقد أنه الآن النيجر تعيش ما نخشى منه أن تتحول النيجر إلى 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 بؤرة أو رقعة لحرب الوكالة توظف فيها فرنسا مجموعة من القوى التابعة لها، والتصعيد الذي جاء عن مجموعة الإكواس بتهديدها بالتدخل العسكري عقب انقضاء المهلة، وتوافق وجهات النظر بين هذه المجموعة وفرنسا يؤكد على صحة هذه الأطروحة، لكن يبقى خيار التدخل العسكري هو خيار جد صعب، إن لم نقل مستبعد، هو خيار جد صعب نظرا للنتائج التي يمكن أن تترتب عليه، ونظرا للمواقف الدولية تجاه الأزمة التي هذه المواقف الدولية خاصة من دول الجيران والقوى الخارجية الأخرى أو حتى المنظمة الدولية التي كلها تنادي بضرورة الحل السلمي لهذه الأزمة
والتخلي ومحاولة التخلي قدر الإمكان عن الحل العسكري الذي لازلنا نجني عواقبه إلى حد الآن بعد التدخل الفرنسي صح التعبير الطائش في ليبيا في 2010 الذي لازلنا نعيش تابعاته إلى حد الآن. أعتقد أن الدول المجاورة للنيجر والمجتمع الدولي إن كان يملك نية حسنة سوف تكون فيه مقاومة شديدة لخيار التدخل العسكري في دولة النيجر. نعم دكتور أنيس بقدر، بما أنك تتحدث وأثرت نقطة قرار التدخل العسكري، كل الدول المجاورة والتي لها حدود مع دولة النيجر تتفق مع الجزائر في رفضها القاطع لأي تدخل عسكري. إلى أي مدى تساهم هذه الخطوة وتوحيد في إطار بلورة القرار، إلى أي مدى برأيك سيساهم للوقوف كسد منيع أمام أي تدخل عسكري أجنبي لفك النزاع بالنيجر؟ نعم سيدتي، للإجابة عن سؤالك هذا أعتقد أنه يجب أن نزن القوى أو موازين القوى لكل الأطراف، نحاول أن نزن ميزان القوى التي تنادي بالتدخل العسكري والميزان القوى الآخر الذي يرفض أي تدخل عسكري. الآن الطرف الوحيد الذي ينادي بالتدخل العسكري والذي يحث عليه هو فرنسا، والأجد أنه سوف يوظف الأنظمة السياسية التابعة له في المنطقة لتحقيق هذا المسعى. لكن أعتقد أن الوزن الفرنسي الآن بدأ بالتراجع، فرنسا 2023 ليست فرنسا 2010 ولا 2011. أعتقد أن القوى المساندة للتدخل العسكري ليست في موقف القوة التي يسمح لها بتمرير قرارها، أما القوى التي ترفض التدخل العسكري وفي مقدمتها جيران النيجر، بمقدمتها الجزائر أو نيجيريا أو مقدمتها الجزائر عفوا ومختلف القوى الأخرى ترفض هذا التدخل العسكري. وأعتقد أن موازين القوى حاليا سوف تميل الدول للقوى الشرعية للقوى الرافضة للتدخل العسكري والمساندة الحل الأممي مع الأخذ الحل السلمي عفوا مع الأخذ بعين الاعتبار أنه النيجر هي ربما الخط الدفاع الأخير إن صح التعبير أو خط المصلحة الاستراتيجية الأخيرة بالنسبة لفرنسا في المنطقة، وسوف توظف كل أوراقها لزعزعة الاستقرار في المنطقة لتجد موطئ قدم لها، حيث أن هذه القوى لا يمكن أن تتواجد إلا في بؤر التوتر ومناطق الإرهاب والجماعات المسلحة. أعتقد أن خيار التدخل العسكري سوف يعود بالسلب أكثر منه بالإيجاب إن قمنا بموازنة هذه الفرص. طيب بالحديث عن الجماعات الإرهابية التي عشعشت لفترة ما في حدود الجزائر التي يراها الخبراء بالملتهبة، حدود الجزائر الملتهبة بالميليشيات وخصوصا لما نتحدث بالأزمة في مالي امتداد للأزمة في النيجر، إلى أي مدى يعتبر هذا التدخل الأجنبي، إلى أي مدى سيساعد في تأزيم الوضعية خصوصا مع كل ما عاشته إفريقيا من تجارب مع هكذا تدخلات عسكرية لم تثمر ولم تكلل بالنجاح؟ سيدتي في حسب نظري أنا أعتقد أن عهد التدخلات العسكرية هذه التعسفية أعتقد أنه قد ولى، لأننا كبلد كالجزائر كبلد مجاور لهذه الدول أو حتى الدول الإفريقية الأخرى المجاورة قد عانت الأمرين من 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 تبعات التدخلات العسكرية الأجنبية الأنانية إن صح التعبير التي لم تكن تراعي مصالح الدول التي يتم تدخلها وإنما مصالحها الخاصة. أعتقد أنه أي تدخل عسكري في المنطقة هو واضح عواقبه، يعني لا يحتاج إلى توضيح أو إلى تفسير. الأهم من ذلك على دول المنطقة والجزائر على وجه الخصوص أن تتأهب لأي طارئ، على الجزائر أن تعزز الإجراءات الأمنية على حدودها كي لا نتلقى تبعات التدخل العسكري كما حدث في 2012 أو 2016 في مالي عقب العملية الفرنسية في مالي. إذن الآن ما يجب اتخاذه من خطوات هو تعزيز، للأسف مرة أخرى علينا أن نستنزف أكثر جهد أكثر في حدودنا الجنوبية لتعزيز
الإجراءات الأمنية ولتفادي أي انزلاقات أمنية قد تعود بالسلب على أمننا الوطني. إذن وبالتالي فإن الخيار الأمثل في مثل هذه الأزمات هو توخي الطرح السلمي لحل النزاعات بدل التدخل العسكري، لأن الدول التي سوف تتدخل عسكريا سواء كانت قريبة أو بعيدة من منطقة الأزمة سوف تتحمل تبعات هذا التدخل. أبقى معي فقط دكتور أنيس بوقيدر، أعود لضيفي الكريم عبر سكايب الأستاذ جلال شقرون، أرحب بك من جديد. أستاذ جلال شقرون، لما أبحث عن الحل المطروح من طرف الجزائر معروفة باستراتيجيتها الحدودية، استراتيجيتها أستاذ جلال شقرون، دعني فقط أطرح عليك سؤال أستاذ جلال شقرون، ما رأيك بالطرح الجزائري لحل حالة الأزمة في إطار الانتقال الثالث للسلطة أو العودة للشرعية الدستورية؟ طبعا هذا الرأي هو رأي سديد. لماذا؟ الجزائر تريد أن تجنب النيجر الحرب وولايات الحرب، لأن الجزائر تعرف رئاسة وحكومة وشعبا يعرفون الأضرار التي والانعكاسات الحرب على الجانب على الجوانب كلها، وما عانه الشعب الجزائري خلال الفترة الاستعمارية أدرى بذلك، والفترة التي مرت علينا فترة الإرهاب دائما الأمور هذه الجزائر تنظر إليها بعين الحكمة، ولذلك دعت الجزائر إلى العودة في حل هذه المسألة دستوريا. وعندما أقول دستوريا معنى أن الجزائر كذلك تبقى تحافظ على ما تتبناه في سياستها الخارجية، وهي عدم التدخل في شؤون الغير واحترام القرارات الداخلية لكل بلد. وهذا الموقف من شأنه أن يعيد الحكمة إلى القضية النيجر، إلى قضية النيجر عفوا، إلى قضية النيجر. والدول الإفريقية التي ساندت الجزائر ترى في هذا الحل أنه حل فعلا سلمي، والعالم سواء على المستوى الإفريقي أو على المستوى الدولي، المنظومة الدولية خاصة المنظومة الدبلوماسية والسياسة الخارجية الدولية يعرفون أن الجزائر عادت بقوة إلى الساحة السياسية الدولية وعالجت الكثير من القضايا. هو الآن عندما قامت بحل مسألة مالي هذه تقريبا سنتين، يعني طالبت بعدم أن يكون هناك تدخل عسكري أو أن يكون هناك انفجار حرب داخل مالي، ونجحت في ذلك. لذلك هي دائما تحافظ على معالجة القضايا بالطرق السلمية، وكل المحللين العسكريين والسياسيين يجمعون على أن الجزائر لها جيش قوي ولها مخابرات قوية، والجزائر يمكنها أن تقوم بأي شيء، لكن دائما وأبدا تفضل الجانب الحكمة كما أكد عليه السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. دائما أقول وفق المنظومة الدولية، وذلك تذييبا لما يمكن أن يتعرض له التعب في النيجر، لأن الشعب هو الذي يدفع الثمن في الأخير، مثلما الآن يدفع الثمن الشعب السوداني هو الذي يدفع الثمن، الشعب الليبي هو الذي يدفع الثمن. ومربط كل هذا أن الدول الكبرى منها فرنسا لها مصالح في النيجر، وحتى الصين كذلك لها مصالح في النيجر، إلا أن فرنسا كانت تستغل بشكل مباشر. أود للنقطة التي أشرت إليها وأثرتها أستاذ جلال شقرون بخصوص كل من يجاور دولة النيجر وامتداد غير الآمن في إطار ضرب استقرار وأمن المنطقة وبالحدود بالنيجر والجزائر التي لها طبعا حدود جنوبية مع
النيجر، خصوصا بعد تأكيد المجلس العسكري النيجيري الذي كشف عن انتشار قوات المجلس في بلدين وسط أفريقيا. هنا أعود للدكتور أنيس بو قيدر، برأيك مع إعلان المجلس العسكري الذي كشف عن انتشار قوات في بلدين وسط أفريقيا، إلى أي مدى نستطيع أن نؤكد أن الجزائر وجب أن تدق ناقوس الخطر في ظل الأزمة بالنيجر، هي وكل من يجاورها في إطار الرفض القاطع لتدخل الأكواس؟ سيدتي، كما قلت لك في البداية، أعتقد أنه الحال أمور الآن في حالة تصعيد، لكن السؤال المطروح أنه هل في الإمكان أن يتم تفعيل التدخل العسكري؟ فهذا كما أجبتك أنه بعيد الاحتمال، احتمال بعيد الحصول، يعني على أرض الواقع، نظرا للتبعات والتكاليف التي يمكن أن تنجر عفوا على هكذا تدخل، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه الدول التي قد تأخذ على عاتقها مهمة التدخل سوف تغرق في مستنقع نيجيري لا يمكن أو من الصعب جدا الخروج منه. لكن مع ذلك وجب على الدول المتاخمة أو الدول المحاذية للنيجر أن تتخذ كافة الإجراءات الأمنية لحماية أمنها القومي من شتى مظاهر اللا أمن التي يمكن أن تنجر عن إمكانية التدخل العسكري. فيه نقطة مهمة جدا سيدتي، وهو أنه ما يحصل في النيجر هو امتداد، أيضا دعيني أقرأه، على أنه امتداد لمخططات محاولة زعزعة استقرار الجزائر، لأنه منادات فرنسا بضرورة التدخل العسكري، خاصة وأنه وزيرة الخارجية الفرنسية قد قالت بصريح العبارة أن فرنسا سوف تعمل على دعم دول مجموعة الإكواس التي بعد أن انتهت مهلة محددة، لكن فقط لم يتحدد طبيعة هذا الدعم، إن كان سيكون عسكري أو لوجستي أو بطريقة أخرى. لكن ما أريد أن أشير إليه أن القوى إن صح التعبير الخبيثة المتربصة بنا سوف تعمل على أن تكون فيه حالة لا استقرار في المنطقة، وأقرب طريق إلى ذلك هو التدخل العسكري في النيجر. مع ذلك أقول أن الدبلوماسية الجزائرية من جهة والأجهزة الأمنية الجزائرية من جهة سوف تكون بمستوى هذا التحدي الأمني الذي يتربص بحدودنا، وسوف تعمل الجزائر على إعادة واستتباب الأمن في النيجر كما عملت على ذلك في محطات سابقة. ممتاز، شكرا لك جزيل الشكر أستاذ أنيس بوقيدر المحلل السياسي، كنت ضيفي عبر الهاتف. أستاذ جيلالي شقرون، أشكرك جزيل الشكر لحضورك معي عبر سكايب ومناقشتك الموضوع، شكرا لك. مشاهدي شروق نيوز، بهذا أصل وإياكم لختام الموعد الإخباري في شق نقاشه، لكنه متواصل معكم مع الموعد الإخباري الرياضي بعد الفاصل، ابقوا على شروق نيوز.